جو أمن ال أمن السسوم مالهم جو قالوا نفتش بيتكم. كنا يابا شنو تفتشون بيتنا؟ كان عندي بنية إيش أقول لك، مو بنية، شيخة ها. قالوا خلي يحضر نفسه، أخذوا بنية، أخذوا ابني هذا، ابني هذا، اثنينهم أخذوا على مود إيش يقول أنتم تخابرون الحكومة، تنطون معلومات الحكومة، تنطون معلومات، أخذوا. وهذا ما أدري إيش قد تعذيب عليه، والبنية ما عرفنا شلون اعدموا بالتعذيب إطلاق النار، ما عرفنا شلون شتلو. أمسك كتر ده أمسك ليه ده.